تم تصلب كبير في المواقف، تصلب كبير في الرأي، وهذا راهو ما ينجمش يكون مناخ باهي لممارسة السياسة، وما ينجمش يكون مناخ باهي للتفاهم الاجتماعي، وما ينجمش يكون مناخ باهي للحوار، وما ينجمش يكون مناخ باهي للديمقراطية، وما ينجمش يكون مناخ باهي للاستثمار، وما ينجمش يكون مناخ باهي للاقتصاد، وما ينجم يكون كان خراب.